من احلى لحظات حياتي لما بنحس كفريق برنامج وانا طبعا معاهم انه احنا قدرنا ان احنا نساعد حد ان هو يتغير. ودي كانت فكره مسابقه الأربعين يوم، بتخشي بني ادم بتخرجي بني ادم تاني. احنا فتحنا باب المسابقه دي من فتره، تم اختيار واحده وهي اعتذرت، وبعدين جه الدور على مارينا زكريا. مارينا زكريا كانت متحمسه جدا، قفلت بقها تماما، خست، شكلها اتغير. مارينا زكريا الجديده اتش نورانا، صدق اللي انا شايفاه. انا مش مصدقه. انا مش عارفه اسهل اقول لك ايه، بس ايه اللي حصل يا مارينا؟ كلميني كده عن مسابقه الأربعين يوم. قفلت بقي، مشيت على الدايت تمام. كنت 96 كيلو. ايوه. خسيتي قد ايه؟ 19 كيلو. 19 كيلو في 40 يوم. يس. برافو. طيب وعملتي ايه تاني يا كده قوليني؟ رحت للجلدية، رحت لدكتور اسنان، رحت التان، عملت تان، عملت شعري، ركبتي اكستنشنز، عملت اكستنشن، عملت ضوافري، هدوم فاشن افنيو، عملت في رحت عملت بهدوم. كلميني عن احساسك وانت شكلك بقى بني ادم تاني كده. انا مش عارفه نفسي. انا مستغرباني يعني بصراحه شكلي الجديد. كنت متخيله ان هي دي هتبقى النتيجه بعد 40 يوم؟ لا، كنت حاسه ان حاجات بسيطه هتتغير، بس مش كل حاجه كده يعني. خسينا 19 كيلو. ولسه مكملين. انا لسه مكمله. احنا سو انت صورك دلوقتي ممكن تبصي على الشاشه كده وانا معاكي. نهاري. في 40 يوم مارينا خسرت 19 كيلو، في 40 يوم مارينا شكلها اتغير، سنانها اتغيرت، الميك اب اتغير، الشعر اتغير، البشره اتغيرت. انت مخطوبه مارينا صح؟ اه. خطيبك قال لك ايه؟ هو خطيبي لسه بيتفاجئ بيا دلوقتي حالا. ايوه. انا مبسوطه بيكي قوي. وانا مبسوطه بيكي، ومحتاجه اقول حاجه قبل ما تتكلمي. انا بعد ربنا حضرتك. ده مفيش كده. صدقيني انت ليكي الفضل الاول والاخير، عمري كله ما هنسالك اللي انت عملتيه معايا، وتعبك معايا، وكل الكرو اللي كان حواليا 40 يوم تعب معايا جدا جدا، وحضرتك ما تاخرتيش عليا يوم. ربنا مفيش مره اكلمك لما تردي عليا بالليل قبل الصبح، وكل الكرو معايا، ما حدش اتاخر عني في لحظه واحده. وفي حد مهم جدا جدا لازم اشكره جدا. ماما طبعا، جندي المجهول. صح. بتاع ال 40 يوم اللي ما سابكيش ل 40 يوم ده، يعني رجليها قبل رجلي بصراحه. يعني بقول لها انا فخوره بيكي، نورتي ال 40 يوم، شرفتيني، قدرتي تتغيري، ودي حاجه انا مبسوطه منها جدا، والف مبروك عليكي التغيير ده. الف مبروك عليكي انت. ميرسي قوي. انت نورتينا.